خبرنا الأخير الحقيقة هو يعني خبر مؤسف، لأنه اليوم الجمعة رحل أحد رموز العربية المهمة الكبيرة، رموز الحركة القومية العربية، وأحد يعني الأحباء لمصر حبا مستمرا ودائما، إلى درجة أنه توفي في القاهرة. توفي اليوم القاهرة السيد الكاتب والمفكر والسياسي الكبير كمال شتيلة، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني، وكان موجود في مصر للمشاركة في إحدى الندوات، وكان آخر شيء حضره كان يوم 11 مايو. 11 مايو كان عامل ضيف في ندوة هنا في القاهرة، تحدث فيها عن ما يراه لمصر وللعالم العربي وللعالم كل. سيد كمال شتيلة الحقيقة كان واحد من أهم رموز الحالة اللبنانية الحديثة، ومن أهم رموز التيار القومي العربي الناصري على مستوى العالم العربي كله. والنهاردة كل القوى يعني ذات اللبنانية تقريبا السياسية يعني نعت السيد كمال شتيلة، مؤتمر الشعب اللبناني اللي هو بيرأسه ومؤسساته اتحاد قوى الشعب العامل، مؤتمر بيروت والساحل العربيين اللبنانيين، المؤتمر القومي العربي، لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، أبناء التيار الوطني العروبي المستقل في لبنان والأمة العربية، كلهم نعوا السيد كمال شتيلة بعبارات الحقيقة هو يستحقها. السيد كمال شتيلة زي ما بقول كان أحد رموز هذا التيار، وهو يعني أسس اتحاد قوى الشعب العامل سنة 65، احنا بنتكلم يعني عن حوالي 57 سنة أو تقريبا 58 سنة من النضال اللي نضله بنفسه وبشخصه السيد كمال شتيلة، اللي هو كان بيستلهم طبعا هو التيار الشعبي وعدد كبير من مدارس والاحزاب اللبنانيه بيستلهموا مبادئ الرئيس او الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. والسيد كمال شتيله علاقته بمصر علاقه اكثر من حميمه، وكان في الفتره الاخيره يعني بيقيم تقريبا في مصر، لا يترك مصر، ودائم يعني الدفاع عنها تجاه من ينتقدها او يهاجمها. وزي ما قلت انه كل القوى السياسيه اللبنانيه تقريبا الناصريه وغيرها نعته، واخرهم حركه الناصريين المستقلين المرابطون المعروفه، وهي حركه من الحركات الرئيسيه في لبنان. احنا بنقدم الحقيقه عزائنا لكل اهل وذوي السيد كمال شتيلة، مفكر كبير، ورفاقه وزملائه وتلاميذه واحبابه في لبنان وفي مصر وفي كل العالم العربي. فقدنا رمز كبير من رموز القوميه العربيه المدافعين عن مصالح هذه الامه، لكن هذه الفكره تمثلت لسنوات طويله في كمال شتيله. هذه الفكره موجوده وهتفضل موجوده لدى رموز ولدى ابناء وشباب هذه الامه العربيه لاماد طويله قادمه. رحم الله الاستاذ كمال شتيله. احنا كده بنستاذن حضراتكم، نخرج فاصل ونرجع نكمل فقراتنا مع بعض.